إنها الواحدة بعد منتصف الليل. رافقنا قوة مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والمجتمعية بحملة مباغتة لأصحاب المولدات المخالفين لتسعيرة محافظة بغداد ضمن قاطع الأعظمية، حملة تضمنت تحذيرات نهائية لهم قبل الإقدام على اعتقالهم. الجولة بناء على التوجيهات الصادرة من المحافظة ب يعني فحص أسعار المولدات، وأيضا بناء على الشكاوى الكثيرة اللي توصلنا. احنا القانون واضح وصريح، مخالفة الأنظمة والتعليمات، واحنا نبلغهم كل المولدات انه نخلي لافتة بالسعر المحدد خلال هذا الشهر، وهي قد تشوفون انتم اول مخالفة هي مخل التسعيرة. بالنسبة ان ابو المولدة مواطن والمواطن اللي ساحب من عنده خطوة مواطن، ولذلك يريد تكون العلاقة منتظمة يحكمها القانون. خارج هذا الإطار احنا ملزمين كموظفين بتطبيق القانون. انا امر قاضي العظمية من خصوصي دكتور ماخذ 12000 5 ليرات، اول منذ 15 اخذ منهم شهرين. المخالفون من اصحاب المولدات يعزون عدم انصياعهم لقرار المحافظه لعدم كفايه الحصه الممنوحه لهم، فيما يقول اهالي المنطقه ان هذه الحملات تحدو من جشع بعض اصحاب المولدات وعدم التزامهم بالتعليمات الموجهه اليهم. الحصه اللي نستلمها يمكن عندهم علم هم الجماعه 2000 لتر اللي هي ما تكفيك على ساعات التشغيل اللي شغلنا 16 ساعه و14 ساعه من يوم 28 بالشهر يوم 4 بالشهر. ال 16 ساعه تصرف 400 لتر، الساعه الواحده انت تعرف المولده 8 كي في 400 كي في 8 سلندر. الماكينه 8 سلندر 400 كي في بالساعه تصرف من 45 ل 52 لتر. على عدد ساعات التشغيل تكفيني كل 10 ساعات 500 لتر، ال 20 ساعه 1000 يعني 2000 لتر 40 ساعه. بس على الساعات اللي من يوم 28 لحد يوم 4 بالشهر 16 ساعه نشغل يوميه، 16 14 17 ساعه تشغيل. احنا كله ذهبي او عندنا احنا مشكله هنا نعاني من عندها انه هاي صفحه واحد وذيك صفحه واحد، تطفى هاي تجي ذيك، فالمولده تشتغل على مدار الساعه، تجي هنا ساعتين تطفى هناك ساعه، فالمولده تبقى مشتغله. والله هاي يعني خطوه كل زينه بالنسبه لك، وناس يعني داخلها محدود ما تقدر يعني تدفع اكثر، خصوصا بالصيف توصل ل 25 فرق، يعني الساعه ب 5 امبيرات 10 امبيرات فرق بالسعر كلش هوايه. عشرات المخالفين في بغداد تم تحذيرهم من قبل القوات الامنيه والدوائر الرقابيه في وقت متأخر من الليل لكسرهم التسعيرة التي وضعتها أمانة بغداد. من بغداد علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية.